صباح النور، مرحبا بكم في سبور إكسبريس. اليوم العشية الستة لموعد مع اجتماع لمكتب الجامعي مع أندية الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الاجتماع هذا يتمحور أساسا حول نظام البطولة في موسمها الجديد ورغبة الجامعة في مواصلة الاعتماد على تقنية الفار والمشاكل والعوائق الموجودة في عديد الملاعب. هذا بالإضافة لطرح موضوع البث التلفزي للمقابلات في الاجتماع هذا. كما قلت مبرمج ما بين المكتب الجامعي وأندية الرابطة الأولى مع الستة متاع العشية. النجم الساحلي أعلن رسميا على تجديد عقود كل من ياسين الشيخاوي والحارس أيمن المثلوثي لمدة موسم واحد قابل للتجديد الموسم إضافي. متوسط ميدان الترجي منتصر التريكي انتقل لمستقبل سليمان على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد. اتحاد بن قردين تعاقد مع متوسط الميدان الدفاعي المالي شيخ شريف حيدرا لمدة زوز مواسم. المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة يبدأ اليوم مشاركته في النافذة الرابعة لتصفية كأس العالم في قاعة مزالي في المنسير. اليوم أول مقابلة باش تكون مع 7:30 متاع العشية ضد المنتخب المصري. المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد أواصت يلعب اليوم الأربعة نصف نهائي كان في رواندا ضد المنتخب الجزائري. المنتخب الوطني التونسي ترشح للنصف نهائي بعد انتصار البارح على المنتخب المغربي 31-18، وبالتالي منتخب الأواصت تضمن رسميا المشاركة في المونديال. خارج تونس الياس الصغيري هدف مع فريق كولن اللي ترشح لمجموعات دوري المؤتمر الأوروبي بعد ما تدارك هزيمة الذهاب 2-1 وفاز خارج ميدانه على مول المجري 3-0. الصغيري سجل الهدف الثاني لفريقه في دقيقة 46 ولعب مقابلة كاملة. في الأوروبا ليج فرنس فاروش المجري فريق عيسى العيدوني ترشح لدور المجموعات رغم الهزيمة البارح ضد شامروك روفرز الإيرلندي 1-0، ترشح فضل انتصار الذهاب 4-0. البارح ماتش كامل لعيسى العيدوني. البارح تم سحب قرعة مجموعات رابطة الأبطال الأوروبية ومجموعة ثالثة نارية تجمع من جديد البايرن بالبارسا ومعهم الانتر. نعطيكم المجموعات الكل في الشامبيونز ليج. المجموعة الأولى فأياكس أمستردام ليفربول نابولي ورانجرز الاسكتلندي. المجموعة الثانية إفسي بورتو أتلتيكو مدريد ليفركوزن وكلوب بروج البلجيكي. المجموعة الثالثة في البايرن البارسا الانتر وفيكتوريا بيلسن التشيكي. المجموعة الرابعة في انتراخت فرانكفورت توتنهام سبورتينغ لشبونة أولمبيك مارسيل. المجموعة الخامسة ميلان تشيلسي سالزبورغ النمساوي ودينامو زغرب الكرواتي. المجموعة السادسة ريال مدريد لايبزيغ شختار دونيتسك وسلتيك لوسكوتلندي. المجموعة السابعة فيها مانشستر سيتي اف سي سي في بوروسيا دورتموند واف سي كوبنهاغن الدنماركي. والمجموعة الثامنة فيها البي اس جي يوفي بنفيكا ومكابي حيفا من كيان الصهيوني. بالنسبة لمواعيد المقابلات، الجولة الأولى للمجموعات 6 و7 سبتمبر، الثانية 13 و14 سبتمبر، الثالثة 4 و5 أكتوبر، الرابعة 11 و12 أكتوبر، الخامسة 25 و26 أكتوبر، والجولة السادسة 1 و2 نوفمبر. البارح في نفس الحفل تم الإعلان على المتوجين بجوائز الاتحاد الأوروبي، وكما كان منتظر كريم بنزيما توج بجائزة أفضل لاعب، ومدرب الريال كارلو أنشيلوتي توج بجائزة أفضل مدرب. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فان بونات.